بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد chapter 4 نتكلم فيه على completing the accounting cycle. احنا كنا اشتغلنا على accounting cycle دي من أول الكورس لغاية دلوقتي، فكنا بدأنا في الأول بنعمل حاجة اسمها الانالايزنج، وقلنا إن الانالايزنج دوت بيتعمل في دماغ الاكاونتنت، يعني ما بيتكتبش على ورقة ولا له دفتر يتسجل فيه، ده حاجة in accountant mind في دماغه. اللي كان بيعمل فيها ايه؟ كان بياخد الترانزاكشن اللي هي العملية اللي حصلت، سواء كان بيرشيس، كان سيلز، كان بروفايدنج سيرفيس، كان ريسيفنج سيرفيس، كان بيت كاش، كان كولكتنج كاش، دي كنا بنسميها ترانزاكشن. كان بياخد الترانزاكشن ويعمل لها انالايزنج، فيبدا يحدد الاكونتس بتاعتها ايه؟ ايه الاكونتس؟ فمثلا كان ممكن يقول عندنا بيلدينج وكاش، ده معناه انه اشترى بيلدينج ودفع كاش، فيبقى الاكونتس بتاعته بيلدينج وكاش، فكان يحدد مين اللي حصل له انكريز ومين اللي حصل له ديكريز. فكان يقول لما نشتري بيلدينج البيلدينج يزيد، ولما نقلل الكاش وندفعها فالكاش تبقى ديكريز. وكان يبدا يحدد مين الديبت ومين الكريدت بيزد على النيتشر، فيقول البيلدينج ده اسيت ديبت نيتشر، حصل له انكريز يبقى ديبت، الكاش ده اسيت ديبت نيتشر، حصل له ديكريز يبقى كريدت. بيعمل الكلام ده كله في دماغه، كل الكلام دوت بيتم في دماغه. يبقى الانالايزنج ده بيتم في دماغ المانجر، ما بيتكتبش في دفتر وكانه مش موجود في الواقع الفعلي، ده حاجه جوه دماغ المانجرز بتاع، جوه دماغ الاكونتنت بتاعنا. جميل. طب ايه اللي هيحصل بقى؟ هيبدا اول خطوه يدخل الترانزاكشن ديت جوه دفتر، كنا بنسمي الدفتر ده الجورنال، اسمه الحقيقي الجنرال جورنال. كان بيعمل فيه حاجه اسمها جورنالايزنج، ودي اللي كنا بنسميها الجورنال انتريز، انه كان بيعمل انتريز، فيبدا يعمل جورنالايزنج، يسجل في الدفتر اللي هو الجورنال، وبعدين ياخد الانتري ده اللي عمل له جورنالايزنج ينقله يعمل له بوستنج لدفتر تاني اسمه ليدجر. ولغايه هنا كان بيتم الكلام دوت every transaction، يعني كل ما تحصل transaction يعمل لها analyzing في دماغه، فيعمل لها journal entry في الجورنال، ويرجع يعمل لها posting في الليجر، وتستمر اللعبة دي كل يوم with every transaction لغاية لما يجي end of the year ويبدأ يعمل الخطوة 3 و4 و5 و6 و7 و8 كلهم اند اوف ذا يير. يبقى بدايه كده الاكاونتنج سايكل هي 8 ستيبس، طبعا مع استبعاد الانالايزنج. فيهم اتنين بيتموا ديلي، بيتموا يوميا، بيتموا افري دي، بيتموا وذ افري ترانزاكشن، والباقي بيتم فقط ات ذا اند اوف ذا يير. طب جميل قوي. ايه اللي هيتم بقى خلال السنه وايه اللي هيتم خلال الاند اوف ذا يير؟ تعال نجرب كده مع بعض نفكر احنا هنعمل ايه. احنا هنبدا تحصل الترانزاكشن، ندخلها جوه الجورنالايزنج، نعمل لها انتري، وبعدين نوديها على الليجر نعمل لها بوستنج، ونقف لغايه هنا ونكرر جورنالايزنج وبوستنج، جورنالايزنج وبوستنج لمده 365 يوم، ونيجي at the end of the year عايزين نعملوا اهم حاجه عندنا الاوتبوتس بتاعتنا اللي هي الفاينانشال ستيتمنت. فالشركه عايزه تطلع الفاينانشال ستيتمنت بتاعتها، سواء الانكم ستيتمنت، سواء الاونرز ايكويتي ستيتمنت، سواء البالانس شيت، او حتى اذا كنا هناخد الكاش فلو بعد كده، عايزين نعملوا الفاينانشال ستيتمنت. فيقول لك ابدا الاول تو ميك يور فاينانشال ستيتمنت، ابدا بالترايل بالانس بيفور ادجستمنت. فتبدا تاخد الليدجر وتعمل له ها بالانسنج، بالانسنج يعني ترصده، يعني تطلع كل اكونت عندك البالانس بتاعه ايه، يعني تمسك التي اكونت بتاع الكاش وتجمع الديبت وتجمع الكريدت. فمثلا عندك هنا 10,000، عندك هنا 8,000، فتقول يبقى الكاش له بالانس 2000، يبقى ده ديبت بالانس. تاخد البالانس ده بتاع الكاش والبالانس بتاع الريسيفبل والبالانس بتاع السيلز وكل انواع الاكونتس اللي عندك، تطلع لها بالانسنج وتحطها في ترايل بالانس ده بيفور ادجستمنت.
وبعدين نعمله الادجستنج انتريز، نعالج مشكله الاكسبنس ومشكله الريفينيو اللي كانوا ست حاجات لو تفتكر. كان الاكسبنس 2 prepaid واكرود او بيبل، الريفينيو 2 ان ايرند ريفينيو ريسيفابل، وكان عندنا 2 سبيشال كيس الديبريشيشن والسبلايز. جميل. بعد ما بنعمل الادجستنج انتري بتاكد ان احنا صح بترايل بالانس تاني اسمه ترايل بالانس افتر ادجستمنت، او اسمه الادجستد ترايل بالانس. هو ده اللي هنعمل منه الفاينانشال ستيتمنت. ابدا انقي منه الريفينيو والاكسبنسز واحطهم في الانكم ستيتمنت، ابدا انقي منه الكابيتال بيجيننج اوف ذا يير واحط عليه نت انكم واشيل منه دروينج فيديني الكابيتال ات اند اوف ذا يير، وبعدين اعمل البالانس شيت اسيتس ولايبيليتيز وونرز ايكويتي اللي هو الكابيتال. لغايه كده احنا متعلمين، يعني احنا ده اللي احنا اتعلمناه. اتعلمنا ازاي نعمل جورنالايزنج، ازاي نعمل بوستنج، ازاي نعمل ترايل بالانس بيفور ادجستمنت ونعمل الادجستمنت وترايل بالانس افتر ادجستمنت ونعمل الفاينانشال ستيتمنت. النهارده هنتكلم على الخطوه السابعه والخطوه الثامنه. الخطوه السابعه والخطوه الثامنه حاجه اسمها الكلوزنج انتريز. Closing entries. فاحنا هنتعلم how to prepare the closing entries. ازاي هنعمل ال post closing trial balance او ال trial balance after closing entries. الكلام ده بيتعمل في الواقع العملي في حاجة اسمها الworksheet. الworksheet دي حاجة المحاسب بيعمل فيها كل الشغل اللي احنا عملناه دوت من اول هنا. من اول ال trial balance before adjustment، يحط جواه الادجستمنت، يعمل ترايل بالانس بعد، يعمل فاينانشال، يعمل كلوزنج، كلها بتتم في حاجه اسمها الورك شيت، ودي حاجه بتتم بالاكسل، يعني هتبقى خارج شغلنا. احنا هنركز على هاو تو بريبير الكلوزنج انتريز، هاو تو بريبير البوست كلوزنج ترايل بالانس. الفكره سهله جدا. اول حاجه يعني ايه كلوزنج انتريز؟ بيسموها بالعربي قيود الاقفال. اقفال؟ في حاجات لازم تتقفل. كلمة اقفال دي كلمة جديدة علينا، يعني ايه اعمل closing الاكاونت؟ to close the account، عشان تقفل الاكاونت. بص انا هقول لك رول مهمة جدا، make its balance equal zero. لا واحدة واحدة علينا كده يا حاج، تعالى امسكوا كده الكاش. الكاش فيه هنا 10,000 ديبت وفي 10,000 كريدت. لو جيت سألتك هو البالانس بتاع الكاش يساوي كام؟ هتقول لي بالانس ايه؟ ده انا قبضت 10,000 زودت بيهم الكاش، حطيت في جيبي 10,000 جنيه، حطيت في الخزنة 10,000 جنيه، بقى معايا 10,000، قمت صارفهم فبقوا كريدت. فلما اسألك انت معاك كاش كام؟ هتقول لي معيش. يعني ايه معكش؟ يعني البالانس بقى زيرو. اهو البالانس لما يبقى زيرو معناها ان الكاش اكاونت كلوزد. يبقى كلمة كاش اكاونت كلوزد معناها ان البالانس بتاعه بقى يا شباب بقى زيرو. طب تعالى نعيد الحتة دي تاني بالراحة كده، ركز معايا كده عشان الكلام ده مهم. انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اعمل كلوزنج، يعني اقفال، يعني البالانس of the account عايز اخليه زيرو. طب ليه؟ يعني انت ايه اللي طلع بعدك فجأة كده انك تعمل اقفال وتخلي الاكاونتس بتاعتك البالانس بتاعها زيرو؟ تعال اديك مثال كده. لو عندنا ماتش للاهلي والزمالك، اشمعنى الاهلي والزمالك؟ يعني معظمنا يا اهلاوي يا زملكاوي. الماتش اللي فات خلص 5-3، دي نتيجة الماتش. هنلعب ماتش جديد، هنبدأ نقول احنا هنبدأ من 5-3 ولا هنبدأ من 0-0 من جديد؟ لا واحدة واحدة علينا. ناس بيلعبوا ماتش، الماتش ده خلص 5-3، الأهلي غلب الزمالك 5-3، هيلعبوا ماتش جديد بكرة، يبدأوا ان الماتش بتاعهم مكتوب على البورد على السكور بورد على النتيجة 5-3 ونكمل، ولا يبدأوا من 0-0؟ هتقولي ده لو على كده يبقى احنا هنبدأ 170. صعب قوي يعني. يعني لو كل البطوشة اللي فاتت بنشتغل على اساسها ناخد الماتش اللي فات ونكمل عليه، الماتش اللي فات ونكمل عليه، مش هتنفع.
احنا كل ماتش لازم نبدأ من 0-0، اهي دي معنى كلمة كلوزنج. عايزين لما نبدأ السنة الجديدة الماتش الجديد ما نبدأوش من 5-3، نبدأوه من 0-0. يعني ايه برضو؟ تعالى كده انا فاهمك بالراحة. انت عندك الاكسبنس 20,000 جنيه بتاع سنة 2020، وعندك الريفينيو 30,000 جنيه بتاع سنة 2021. تقدر بعد اذنك تحسب لي الانكم يساوي كم؟ مش فاهم، واحدة واحدة كده دكتور علينا. عندك اكسبنس بتاع سنة 2020 ب20,000 جنيه، وعندك ريفينيو 2021 ب30,000 جنيه، تعرف تحسب لي الانكم؟ اول سؤال هتسأله لي هو الانكم بتاع سنة كام؟ يعني بتاع 2020 ولا بتاع سنة 2021؟ لان ما ينفعش تقول لي انكم وخلاص، لازم الانكم ريليتد بسنة معينة. هتقول لك طب احسب لي سنة 20، هتقول لي ما اعرفش. هقول لك ليه ما اعرفش؟ هتقول لي اصل ما عنديش غير اكسبنس. طب احسب لي بتاع 21، هتقول لي ما اعرفش، اصل ما عنديش غير ريفينيو 21، والانكم عباره عن ريفينيو ماينس اكسبنس. بس انا عايز الريفينيو بتاع سنه 20 يتقابل مع الاكسبنس بتاع سنه 20، فاقول لك الانكم بتاع سنه 20 يساوي كام. لكن لو انت خدت ريفينيو سنه 21 قابلته مع اكسبنس سنه 20، يطلعوا ايه؟ يطلعوا خلطبيطه. ما يطلعوش حاجة، يطلعوا خلطبيطة. انا قلت لك انا عندي ريفينيو 21 ب30,000 وعندي اكسبنس سنة 20 ب20,000، يبقى الانكم بكام؟ هتقول لي خلطبيطة. ما ينفعش احط ريفينيو 21 مع اكسبنس سنة 20، لازم يبقوا الاثنين فور ذا سيم يير. عشان كده يا شباب احنا بنعمل كلوزنج ونبدأ كل سنة تبدأ تعد من الزيرو. كل ماتش نعملوه، خلي بالك ان كلمة ماتش دي تطبيق لبرنسبل عندنا في الاكاونتنج اسمه الماتشنج برنسبل. الماتشنج برنسبل بيقول ايه؟ ماتشنج يعني ماتش كورة اهو. ماتشنج برنسبل بيقول ان الريفينيو فور اسبيسيفيك يير ميت ذا اكسبنس اوف ذا سيم يير، عشان يطلعوا الانكم للسنة. يبقى انت لازم ريفينيو بتاع سنه يقابل الاكسبنس بتاع نفس السنه فيطلعوا لك الانكم بتاع السنه، انكم فور ذا يير. عشان كده لو تفتكر انا لما جيت شرحت لك الانكم ستيتمنت كنت بقول لك ان الانكم ستيتمنت هي الوحيده اللي بيتقال عليها انكم ستيتمنت فور ذا يير، مش ات. يعني البالانس شيت ات، لكن الانكم ستيتمنت فور ذا يير. فور يعني ايه؟ يعني ريليتد بسنه معينه. جميل. طب الكلام اللي انت قلته لنا ده برضو معناه ايه؟ معناه ان عشان اعمل كلوزنج انتري يا شباب هقسم الاكونتس بتاعتي لنوعين. نوع يسموه تمبرري اكونت، تمبرري يعني عمرها لا يزيد عن سنه، عمرها سنه فقط وتموت. يبقى التمبرري اكونت هي حسابات عمرها لا يزيد عن سنه، يبقى عمرها سنة وتموت، ونبدأ كل سنة نعدها من الأول، كل سنة نعدها من الأول. وفي حسابات يسموها البيرمننت أكاونتس. بيرمننت يعني دائمة، يعني ما تموتش غير موتة تكون موتة ربنا، موتة طبيعية. لا نفهم بالراحة. يبقى أنت عندك نوعين من الأكاونتس، نوع يسموه تمبرري أكاونت يعني مؤقت، ونوع يسموه permanent account يعني دائم. التمبرري اكونت حموته كل سنه، انا اللي حموته بمزاجي، هقوم جاي عليه كده خانقه وموته ودفنه كل سنه. انما البيرمننت اكونت يموت موتة ربنا. ده واحده واحده عليه. تعال نمسكه اكونت وليكن مثلا اكونت بيبل. هي اكونت بيبل معناها ايه؟ معناها عليا فلوس للسبلاير. الراجل اللي ورد لنا بضاعة عايز مننا فلوس 30,000 جنيه، فلما اقول لك طلع لي بالانس هتقول لي البالانس بتاعنا 30,000 جنيه
كريدت ولا ديبت؟ كريدت، يعني عليا فلوس يعني لايبيليتي. حلو قوي. جينا بالليل في ديسمبر 31 سنه 2021، كل سنه وانتم طيبين، كان عليك اكاونتس بيبل ب 30000 جنيه. جينا الصبح في جانيوري 1 2022، نقول للراجل السبراير عوضك على الله فلوسك راحت ولا لسه علينا فلوس؟ مش فاهم. انت امبارح بالليل في ديسمبر 31 2021 كان عليك لعم احمد السبلاير 30000 جنيه. نمنا، قمنا الصبح لقيناه جانيوري 1 2022، عليك فلوس للحاج احمد ولا معلكش؟ عليا. يعني الاكونت ما ماتش؟ لا، الاكونت موجود. هو كان بالليل اسمه اندنج بالانس، الصبح بقى اسمه بيجيننج بالانس. بالليل كان عليا فلوس والصبح عليا فلوس. طب امتى الاكونت ده يموت؟ فكر. عليك 30000 جنيه للحاج احمد، امتى الاكونت يموت؟ لما تدفعهم. يعني لما تدفعهم؟ يعني لما تيجي الناحيه تدفع 30000 بيت كاش، تيجي تقول للعم احمد احنا البالانس بتاعنا كام يا عم احمد، يقول لك انا كنت عايز منك 30000 وربنا يكرمك دفعتهم لي. كده يبقى الاكونت مات. بس ده مات موتة ربنا، يعني مات نتيجه عمليات طبيعيه، يعني كان عليا فلوس ودفعتها، كان ليا فلوس وقبضتها. انما التمبرري اكونت انا حموته بايدي، هخنقه، هاجي في اخر السنه وامخنقه. يعني ايه تخنقه؟ انت هتعلمنا الاجرام يا دكتور ولا هتعلمنا محاسبه؟ اخنقه واموته وادفنه؟ اه. طب واحده واحده كده يا دكتور عشان نفهم. تعالى نمسكوا الريفينيو ب 20000 جنيه في ديسمبر 31 2020، في جانيوري 1 2021 الريفينيو يساوي كام؟ يقول لي زيرو. ايه ده؟ اصل الريفينيو بتاع امبارح ده بتاع سنه 20 يموت لما تنتهي سنه 20، ولما تبدا سنه 21 نعد ريفينيو من جديد، نطلع صفحه جديده ونبدا نعد الريفينيو. نيجي اخر السنه ديسمبر 31 2021، نقول لك ان الريفينيو بقى 20000. طب معناها ايه ال 20000 دي؟ معناها خلال سنه 2021 من اولها لغايه اخرها عملنا ريفينيو ب 20000، بدانا بزيرو اهو وانتهينا بكام؟ ب 20. طب في جانيوري 1 2022، كل سنه وانت طيب كده، نبدا نعد الريفينيو، الريفينيو بتاعنا يبقى كام؟ قال لك يبدا يعد من زيرو. وكانك كل سنه تبدا تعد من زيرو وتيجي اخر السنه تجمعهم وتقول ده بتاع السنه دي. طب السنه دي خلصت يبقى مات معاها، اللي فات مات، نعد من جديد. مش فاهم. يعني السنه اللي فاتت حضرتك كسبت 100000 جنيه. السنه اللي فاتت كسبنا 100000، السنه دي تكسب كام؟ تقول مش فاهم. طب اجيبها لك بطريقه تانية. الاهلي والزمالك لعبوا مع بعض السنه اللي فاتت 5-3، السنه دي هيكسبوا كام؟ تقول لي ما اعرفش، ما هم هيبداوا 0-0، وربنا يسهل، يمكن ربنا يوفق في صوره الزمالك ويكسب وحتى 1-0. طب وال5-3؟ لا، ده اللي فات مات، احنا بنعد من جديد. اهي ديت التمبرري اكونتس، بنعد من جديد. عشان كده الاكونتس ديت ماست بي كلوزد كل سنه. انما البيرمننت اكونت لا، ما بتتقفلش، دي موجوده، دي ريل اكونت، دي موجوده معايا، تتنقل من سنه لسنه. عليا فلوس امبارح بالليل، عليا فلوس النهارده الصبح. ليا فلوس امبارح بالليل، يبقى ليا فلوس النهارده الصبح. جميل. طب تعالى برضو كده نعيدوا الكلمتين دول تاني، ركز عشان الكلام ده مهم قوي، ده اللي بيفرق محاسب بيفهم ومحاسب ما عندوش فكره. طب يلا بينا واحده واحده. يبقى الاكونتس بتاعتنا نوعين، نوع تمبرري اكونت يسموها نومينال اكونت، واكونتس ديت مرتبطه بفتره. يعني لما اقول لك ريفينيو او اكسبنس او دروينج، اقول لك ريفينيو فور 2020 واكسبنس فور 2020 ودروينج فور 2020، ده معناه ان الريفينيو بتاع سنه 20 يختلف عن الريفينيو بتاع سنه 21، يختلف الاكسبنس بتاع 20 عن الاكسبنس بتاع سنه 19، الدروينج 19 يختلف عن دروينج سنه 20. وبالتالي دوت حاجه ودوت حاجه مرتبطه ببيريود. ما ينفعش تقول ريفينيو وتسكت، تقول لي ريفينيو فور 2020، ريفينيو فور 2021. انما الاسيت دي لا، دي مش مرتبطه ببيريود، دي مرتبطه باكشن. يعني انت اشتريت اكويبمنت ب 10000،
سنة 2019. لما بتيجي في 2020 هيبقى عندك إكويبمنت ب10,000 لو مشتريتش غيرها، يعني بتكلم على نفس الإكويبمنت. لما تيجي سنة 2021 ما زال عندك الإكويبمنت أم 10,000، يبقى الأكاونت موجود، ملوش علاقة بالسنة اللي انت اشتريت فيها، هو علاقة بفاليو بتاعته قيمته كام، فيسموه ريل أكاونت. فاكر لما جيت عملت لك الأكاونت في أول السنة وقلت لك ان احنا عندنا الأكاونت بتاعتنا 6 أنواع لو تفتكر كده، كانت أسيتس ولايبيليتيز وأونرز إيكويتي وريفينيو واكسبنس ودروينج. اهم قدام حضرتك اهم اسيتس ولايبيليتيز واونرز ايكويتي اللي هو الكابيتال، وقلت لك ان الاونرز ايكويتي والكابيتال ذا سيم نيم، الاثنين حاجه واحده، والريفينيو والاكسبنس والدروينج. ركز بقى، الثلاثه التمبرري اكاونت اللي ماست بي كلوزد هي الريفينيو والاكسبنسز والدروينج، الثلاثه البيرمننت اكاونت اللي ما يتقفلوش هي الاسيتس واللايبيليتيز والكابيتال او الاونرز ايكويتي. فيجي يقول لك البيرمننت اكاونت، البيرمننت اكاونت نوت سبجكت تو كلوزنج بروسيس، ما يتقفلوش، ويل ابير ان ذا ترايل بالانس افتر كلوزنج اند ويل موف تو ذا نيكست اكاونتنج بيريود، يعني ات ذا اند. وفي 2021 كان عندي كاش 10,000 جنيه، حاجة السنة اللي وراها، واقول ادي جانيوري فيرست 2022 عندي كاش بكام. امبارح بالليل كان عندي في الخزنة كاش 10,000، قفلت عليه وروحت، جيت الصبح افتح الخزنة الاقي جواه كام، ذا سيم اماونت. عشان كده هي ويل موف تو ذا نيكست اكاونتنج بيريود. سنة 21 كان عندي كاش ب10، سنة 22 اولها عندي كاش ب10، اصل هو نفس الرقم ده امبارح بالليل وده النهاردة الصبح. انما النوع الثاني من الاكاونت بتاعنا اللي سميناه temporary accounts الى revenue والاكسبنس والدروينج، دي should be closed at the end of accounting period، وبالتالي ما تبلكش will not appear in trial balance after closing، بعد ما تقفل ما تلاقهمش. يعني تيجي end وفي 2021 كان عندك revenue ب10,000، close it يعني خلي البالانس بتاعه ايه، زيرو. لما تيجي جانيوري فيرست 2022 ويقول لك عندنا ريفينيو كام، قول له احنا لسه بادئين من الزيرو، يبقى ده يتقفل كلوزد يعني يتحول الى بالانس زيرو، ويبدا السنه الجديده يعد من زيرو. دوت لا، ديتنه زي ما هو. جميل، طب الكلام ده هيتعمل ازاي؟ ركز بقى، بيقول لك ان النت انكم ايه دخل النت انكم في المنطقه؟ ما قلتلناش نت انكم، انت قلت ريفينيو اكسبنس ودروينج يتقفلوا صح، وقلت اسيت ولايبيليتيز واونرز ايكويتي ما يتقفلوش، ما قلتلناش نت انكم. يا حبيبي ما هو الريفينيو والاكسبنس الاثنين دولت اسمهم انكم، مش انت لو خدت ريفينيو ماينس اكسبنس تعرف تحل محلهم بكلمه انكم؟ اه، يبقى النت انكم والنت لوس هيحصل لهم ايه؟ هيتحولوا الى رقم يحل محل الريفينيو والاكسبنسز. يعني لو عندي 10,000 ريفينيو وعندي 3,000 اكسبنس، مش ينفع اقول انا عندي انكم 7؟ اه، بدل ما اقول انا عندي ريفينيو 10 وعندي اكسبنس 3، او ما قايل لك الشركه دي عملت نت انكم ب7، تفهم انت ان الريفينيو اكبر من الاكسبنس ب7. جميل، طب الانكم ده بتاع مين؟ يعني ايه بتاع مين؟ لا، ما انت لازم تركز. انت فاكر لما خدنا الفاينانشال ستيتمنت خدنا اول واحده مين؟ قلت له يعني اول واحده، ما هم كانوا ثلاثه، كانوا انكم ستيتمنت بتطلع النت انكم، باخد ريفينيو اكسبنس وطلع النت انكم، واونرز ايكويتي ستيتمنت باخد الكابيتال ازود عليه النت انكم واطرح منه الدروينج يطلع لي الكابيتال ات ذا اند، وبعدين بالانس شيت. قلت له اه، ما هم ثلاثه كده، تعمل مين الاول؟ هي تفرق؟ ده مش هتفرق، ده انت ما تعرفش تعمل نمرة 2 الا ما تعمل نمرة 1، وما تعرفش تعمل نمرة 3 الا ما تعمل نمرة 2. انت لازم الاول تعمل الانكم ستيتمنت فيطلع لك رقم اسمه نت ايه؟ نت انكم. تاخده تدخله على نمرة 2 الاونرز ايكويتي ستيتمنت، فتاخد بلس النت انكم اللي انت عملته فوق ده تطرح منه الدروينج، فاكر؟ فيطلع لك الكابيتال ات ذا اند، تاخد الكابيتال ات ذا اند وتدخله في البالانس شيت،
يبقى حضرتك ما تقدرش تعمل بالانس شيت الا لما تعرف الكابيتال، ما تقدرش تحدد الكابيتال الا لما تحدد الاونرز ايكويتي ستيتمنت اللي محتاجه نت انكم، ما تقدرش تعمل النت انكم الا لما تاخد الريفينيو ماينس الاكسبنس في الانكم ستيتمنت. في سيكونس، نمره واحد تعمل الانكم ستيتمنت، تاخد ريفينيو ماينس اكسبنس تحوله لرقم اسمه نت انكم، تاخد النت انكم مع الدروينج تطلع الكابيتال، تاخد الكابيتال تدخله البالانس شيت. اهو ده اللي احنا هنعملوه يا شباب، بناخد النت انكم ونحولوه هو والدروينج للكابيتال. اهو النت انكم هو والدروينج ندخلهم في الكابيتال، وبعدين ناخد الكابيتال في الاخر نودوه على البالانس شيت. ازاي هتتم الحكايه دي؟ عمليه سهله جدا وفكرتها بسيطه، هي المعنى بتاعها اللي صعب ولازم يتفهم، لكن هاو تو ميك ات عمليه سهله جدا. هو انا مش لسه قايل لك من شويه تو كلوز اني اكونت تعمل ايه؟ تو كلوز اني اكونت اعمل فيه ايه؟ ميك اتس بالانس ايكوال ايه؟ زيرو. يبقى عشان تقفل الاكونت تو كلوز اني اكونت، عشان تموته، ما يكلوز يعني تموته، عشان تموته خلي البالانس بتاعه زيرو. طب ازاي اخلي البالانس زيرو؟ يبقى تيرنينج ذا بالانس اوف اور تمبرري اكونت اونلي، تمبرري بس، اللي هم كام واحده؟ ثلاثه، ريفينيو واكسبنس ودروينج. عايز الثلاثه دولت اخلي البالانس بتاعهم زيرو. قال لي سهله، الديبت بالانس خليه كريدت والكريدت بالانس خليه ديبت. قلت له مش فاهم، قال لك اهو ادي ريفينيو، الريفينيو ديبت ولا كريدت؟ ما تفكرش، الريفينيو كريدت، ادي 20,000 كده له بالانس ولا ملوش؟ لو قلت لك كده طلع لي البالانس بتاعه، هتقول لي البالانس بتاعه 20,000 كريدت بالانس. طب اقفله، يعني ايه اقفله؟ هقوم جاي على الناحيه الثانيه وكاتب هنا 20,000، طلع لي بالانس، هتقول لي البالانس بتاعنا زيرو. يبقى الديبت يتقفل بان احط له كريدت، والكريدت يتقفل من احط له ديبت. يبقى الديبت بالانس ار كلوز باي كريديتنج ذيم في حاجه اسمها الكلوزنج انتري، والكريدت بالانس زي الريفينيو كده كريدت اهو، بعمله ايه؟ بخليه ديبت، فيبقى 20 و20 الفرق بينهم زيرو. طب دي اعملها ازاي؟ هديك رسمه كده ما تنساهاش في حياتك. ادي واحد اتنين تلاته، هما دولت البيرمننت ولا دولت تيرمينال اللي هما التمبرري اكونتس؟ الاكسبنس والريفينيو والدروينج دول تمبرري اكونتس ولا بيرمننت اكونت؟ صح، الثلاثه دولت ها ها مش بيرمننت، دول لازم يتقفلوا، يبقى تمبرري اكونت. جميل، الاكسبنس النيتشر بتاعته ديبت والريفينيو كريدت والدروينج ديبت. همسك الاكسبنس واعمل له كلوزنج، اخليه كريدت، ميك ات كريدت. بص في الانتري كده اهو، ده اسمه كلوزنج انتري. الاكسبنس بقى ايه؟ بقى هو ديبت، انا عملته ايه؟ كريدت، كده موته، كده خنقته. يبقى الديبت اعمله كريدت يموت، والكريدت اعمله ديبت يموت. بس هتموتهم فين؟ يعني ايه هموتهم فين؟ اكرام الميت دفنه يا شباب، يعني لما نموتوه لازم ندفنوه. قال لك الاكسبنس والريفينيو يدفنوا في الانكم سامري، ده اسمه انكم سامري. انكم سامري اللي هو بيحدد رقم النت انكم. لما حضرتك تاخد الاكسبنس توديه الانكم سامري وتاخد الريفينيو توديه الانكم سامري، يطلع لك رقم اسمه النت انكم او نت لوس، حسب انت اصلا شغال الريفينيو اكبر ولا الاكسبنس اكبر. حلو قوي، يطلع لك من الاثنين دول انكم ايه؟ سامري. تاخد الانكم سامري في الخطوه 3 تعمل له كلوزنج. طب لو الانكم سامري طلع نت انكم يبقى مين اكبر؟ ايه؟ عندك انكم، يبقى مين اكبر؟ ريفينيو ولا اكسبنس؟ لا الريفينيو، الريفينيو لما يبقى اكبر الاكسبنس طلع لي نت انكم، والريفينيو كريدت، يبقى الانكم سامري ده هقفله واخليه ديبت. اصل هو لما يطلع كريدت يبقى كسبان، او ما انا اقفله فين؟ اقفله في الكابيتال، كاني زودت الكابيتال اهو، وكان الانكم انكريز الكابيتال. طبعا اللص هيبقى ريفرسنج انتري. جميل قوي. طب الدروينج يا شباب مين يعرف يقول لي؟ هي الدروينج ديبت ولا كريدت؟ ديبت. تو كلوز ات اخليها
كريدت. ادفنها فين؟ في الكابيتال. مش هي بتأثر على الكابيتال؟ يعني حضرتك لما تيجي اونر لشركة وتسحب فلوس كتير، الكابيتال بتاعك يحصل له ايه؟ يقل. يبقى الاونرز كابيتال ديكريز اهو، عملته ديبت اهو، عشان الدروينج كلوزد جواه. يعني لما تدفن الدروينج في الكابيتال تقلله، لما تحط الدروينج في الكابيتال كل ما تسحب كتير دروينج كل ما الكابيتال بتاعك يقل. جميل. يبقى واضح كده ان كلهم بيصبوا في الاونرز كابيتال. اه. طب ما تيجي تلخص لنا الكلمتين دول تاني يا دكتور عشان احنا تهنا منك. بص يا سيدي، ركز بقى بالراحه كده، هي اللعبه كلها سهله جدا. احنا هنعمل اربع حاجات. واحد اتنين تلاته اربعه. ايه الاربع حاجات اللي عندنا؟ ركز كده. انا هلغي كل اللي احنا عملناه دوت ونبدا نشتغل من جديد. الغي كل ده. عايزين اربع حاجات. واحد اقفل الاكسبنس. اتنين اقفل الريفينيو يطلعوا لك انكم. تلاته اقفل الانكم. اربعه اقفل الدرونج. وكان عندي واحد اتنين تلاته اربعه. هقفل الاول الريفينيو والاكسبنس. خلي بالك مش فارق من مين في دور الاول، يعني الاكسبنس الاول او الريفينيو الاول مش فارقه، الاثنين هيتقفلوا فيطلعوا لنا انكم. يبقى نقفل الانكم وكان الاثنين دولت يموتوا ويحل محلهم النت انكم. اخد النت انكم والدروينج واقفلهم في الكابيتال. وكان الخلاصه بتقول ان الريفينيو والاكسبنس والانكم والدروينج افكتد على مين؟ على الكابيتال. عايزين نعرف الكابيتال بتاع الشركه او كابيتال راس مال الشركه اللي هو ملك الاونر حصل له ايه؟ فقال لك بناخد الريفينيو نقفلوها والاكسبنس نقفلوه فنحدد بيهم الانكم. ناخد الانكم نقفله في الكابيتال وناخد الدروينج نقفله في الكابيتال. طب ازاي هتعمل الكلام ده؟ قال لك ان الاكسبنس والريفينيو والدروينج والانكم سامري هي الاكونت التمبرري بقى. هتقول لي يا دكتور دول باربعه، هقول لك ما هو الانكم سامري ده نشأ جديد لما قفلنا الاكسبنس والريفينيو طلعوا لنا اكونت اسمه انكم. ايه؟ انكم سامري. يبقى هقفل الاكسبنس واقفل الريفينيو واقفل الانكم سامري واقفل الدروينج. يبقى عندي اربع حاجات. واخد بقى الاونرز كابيتال ده اقفله؟ لا، ده بيرمننت اكونت. وانت لو قفلت الكابيتال يبقى الشركه ماتت. يعني ايه؟ يعني لو الكابيتال بقى زيرو بقى ما فيش شركه. لكن لما بيطلع الكابيتال شود نوت بي كلوز، ده ما يتقفلش، ده يتنقل للسنه الجديده. فبقول لك سنه 2020 كان عندك ريفينيو ب 100,000، كان عندك اكسبنس ب 30,000، وكان عندك دروينج ب 20,000، وكان عندك كابيتال يوم 1/1 ب 50,000. ده سنه كام يا شباب؟ سنه 20. ركز بقى، هاخد الاثنين دول مع بعض واقول لك كده. يبقى انت سنه 20 تقدر تقول لي الانكم يساوي كام؟ هتقول لي 130 يبقى 70. انت الكابيتال بتاعك كان كام؟ 50. تقدر تقول لي الكابيتال ات ذا اند يساوي كام؟ هتقول لي دكتور احنا مش خدناها قبل كده، مش كنا بناخد قبل كده ان انا اقدر اطلع الكابيتال بتاعي؟ قلت لك خدناها قبل كده. خدناها فين؟ لما خدنا الكابيتال 1/1 زودنا عليها النت انكم، طرحنا منها كان في معاهم كمان انفستمنت باي اونر لو تفتكر، ماينس الدروينج، فيطلع لي الكابيتال بتاع ديسمبر 31. طب يلا كده، الكابيتال الاول كان 50، 100 ريفينيو و30 اكسبنس فيطلع لي 70، عندك دروينج 20. تعرف تقول لي الكابيتال بقى كام اخر السنه؟ هتقول لي 50 و70 120، من 20 فاضل لنا كام؟ 100. اهو الاربع ارقام اللي قدامك دول، هتقول لي دول ثلاثه، دول اربعه، لان ده رقمين اهو، ده ريفينيو ايه واكسبنس. الاربعه دول ماتوا وحل محلهم اكونت جديد اسمه ايه؟ اسمه الكابيتال ات ذا اند بال 100,000. هو ده اللي احنا هنعمله. طب تعالى كده واحده واحده نشوف الكلام ده يتسال، نتساله فيه ازاي. اللي قدام حضرتك دوت adjusted trial balance. adjusted يعني after adjustment، بعد الادجستمنت.
لشركة في ديسمبر 31 2014. تعالوا بصوا له كده، ادي الاكونت نيمز، ادي الديبت بالانس، وادي الكريدت بالانس. طبعا لازم يطلعوا بالانس في الاخر، يعني التوتال ديبت يساوي التوتال كريدت. تعالوا بصوا لهم كده، كاش prepaid supplies equipment accumulated depreciation accounts payable unearned revenue capital drawing revenue expense expense rent expense supplies expense depreciation salaries payable. جميل، انت عايز تعمل ايه؟ قال لي من فضلك prepare the closing entries. بقول له الكلوزنج انتريز ادي واحد اتنين تلاتة أربعة. إيه ده أنا عملته ده؟ الكلوزنج انتريز أربع حاجات، كلوز الريفينيو أو الإكسبنس الاتنين يعني مش فارق تبدأ بمين، ماشي؟ كلوز الإكسبنسز الاتنين يطلعوا لنا مين؟ إنكم. يبقى كلوز الإنكم سامري أربعة، كلوز مين؟ الدروينج. يبقى انا لما اجي اعمل كلوزنج بعمل لاربع حاجات، بعمل للريفينيو والاكسبنس فيطلعوا لي انكم فاعمل له كلوز، وبعدين اعمل كلوز للدروينج. تقدر تطلع لي من الايتم اللي قدامنا دي، من الايتم اللي قدامنا دي مين الريفينيو ومين الاكسبنس؟ تعالى كده واحده واحده نركز مع بعض شويه نعرفوا مين الريفينيو ومين الاكسبنس. انا عايز انقي الاول الريفينيو. حد قبله ريفينيو لسه؟ اهو ان ايرند ريفينيو. لا يا حبيبي، الان ايرند ريفينيو ده لايابيليتي. هتقول لي ايه ده ازاي؟ ان ايرند ريفينيو معناها قبضنا فلوس من الكاستمر ونوت بروفايدد السيرفيس يت، كولكتد كاش فروم كاستمر خدنا فلوس ونوت ديليفرد السيرفيس يت، لسه ما قدمنالوش السيرفيس، يبقى الفلوس ديت مش بتاعتنا، تبقى لايابيليتي. عشان كده تلاقيها في الكريدت اهي، يبقى دي لايابيليتي، دي مش تبعنا. لكن في سيرفيس ريفينيو اهي، شايف السيرفيس ريفينيو دي؟ ادي ريفينيو. تعال ندور على غيرها، سالاريز اكسبنس ادفرتايزنج اكسبنس رنت اكسبنس سبلايز اكسبنس، مفيش تاني. يبقى انا هاجي الاول كده على السيرفيس ريفينيو واعمل لها كلوزنج. يلا بينا. ازاي؟ هتقول لي هي الريفينيو ديبت ولا كريدت؟ هتقول لي مش عارف، اقول لك بص في الترايل بالانس هتلاقيها كريدت. ميك الديبت، يبقى حاجه اكتب سيرفيس ريفينيو ديبت ب 158000 في الانتر، او ده ديبت. اوديهم فين؟ ادفنهم فين؟ في الانكم سامري ب 158000. كده الريفينيو مات واتدفن في الانكم سامري، الكريدت عملته ايه؟ ديبت، مات. يعني كان ده كده مات مش موجود. طب تعرف تقفل الاكسبنس؟ تعالى كده نعيدوا الكلمتين دول تاني، ركز بالراحة. انت اول خطوة هتقفل ايه؟ هقفل الريفينيو. تقوم بدور في الاكاونتس بتاعتك على الريفينيو، ممكن يطلعوا اكتر من واحد، ممكن يطلعوا اكتر من واحد، انت بتنقيهم كلهم. لقينا واحد اهو سيرفيس ريفينيو ب 158، هقوم جاي قافله. هو ديبت ولا كريدت؟ كريدت. ميك ات ديبت، يبقى سيرفيس ريفينيو ب 158000. انت كده قفلته، دفنت، موتته، ادفنه بقى في الانكم سامري ب 158. طب تعالى نفس اللي عملناه مع الريفينيو تعالى نعمله مع الاكسبنس. تعرف تنقي من هنا الاكسبنسز؟ هتقول لي اه سهله، عندي سالاريز اكسبنس ادفرتايزنج اكسبنس رنت اكسبنس سبلايز اكسبنس ديبريشيشن اكسبنس. خلي بالك دي مش اكسبنس، دي لايبيليتي. دي سالاريز بيبل، يعني السالاريز اللي ما اتدفعتش، الاكرود سالاريز المستحقه عليك، وبالتالي هي كريدت هنا لانها لايابيليتي، ما هيش ها ما هيش اكسبنس. فما تتخضش لما تلاقيها مش معانا، اصل دي بيبل، اي حاجه بيبل لايابيليتي. طب يلا بينا ركز، ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، هقفلهم. تقفلهم هم ديبت ولا كريدت؟ ديبت. تخليهم ايه؟ خليهم كريدت وتحطهم في الانكم، يبقى الانكم سمري ديبت والكريدت بتاعتي خمس حاجات، سالاريز اكسبنس ب 36000، ادفرتايزنج اكسبنس، شوف انا بعملهم كريدت
بيموتوا أو بموتهم واحد واحد. rent expense ب24,000، supplies expense ب14,000، depreciation expense أي حاجة فيها كلمة expense ب6,000، وأقوم مجمعهم وحاططهم هنا. تعال أوريك شكلها أهو. ادي سالاريز اكسبنس، ادفرتايزنج اكسبنس، رنت اكسبنس، سبلايز اكسبنس. خلي بالك ان كلمه سبلايز انا في بعض الناس سالوني عليها، كلمه سبلايز اسيت ولا اكسبنس؟ ايه كلمه سبلايز اسيت ولا اكسبنس؟ لو كتبت سبلايز لوحدها كده يا شباب تبقى اسيت، تبقى ممتلكاتنا من السبلايز، لكن اليوزد منها اسمه سبلايز اكسبنس. السبلايز اكسبنس ده اليوزد سبلايز اللي انا استخدمته، اللي انا استخدمته اسمه اكسبنس، لكن اللي لسه ما استخدمتوش ده الانيوزد اسمه سبلايز. يبقى قدامك كلمتين تخلي بالك منهم، عشان كده تلاقي فوق كان في سبلايز ما جيناش جنبها، خدنا بس السبلايز اكسبنس اللي هي اللي تحت. ده الاكسبنس، ده اليوزد، ده الاكسبنس، لكن السبلايز اللي فوق ديت دي اسيت، ده معناها الان يوزد سبلايز، ده اللي ما استخدمتوش، فمهم قوي، حلو قوي. يبقى خدنا كل ارقام الاكسبنس زي 36 وال7 وال24 وال14 وجمعتهم طلعوا 87. ال 87 دي معناها ايه؟ لو حد سالك هي ال 87 تقول لي انكم سامري، لا يا حبيبي هي انكم سامري، هي اتدفنت في الانكم سامري، لكن معناها توتال اكسبنسز. دي التوتال اكسبنسز بتاعت الشركه، جمعتهم وموتتهم ودفنتهم في الانكم سمري، فعملته ديبت. فالانكم سمري بيبقى ديبت بالتوتال اكسبنس. طب تعالى على الريفينيو، كان عندنا واحد ال 158 اهو، 158 خدنا السيلز ريفينيو عملناها ديبت، اصل هي اصلا كريدت فبقفلها وتروح الانكم سمري. يبقى معنى كده ان الانكم سمري راح له رقمين يا شباب، راح له 87 وال 158، دخله في الكريدت التوتال ريفينيو، ودخله في الديبت التوتال اكسبنس. برافو عليك، نقولها تاني. يبقى الانكم سامري يجي له في الديبت التوتال اكسبنس، كانك بترص هنا التوتال اكسبنسز وتحط هنا التوتال ريفينيو، يبقى ناحيه ريفينيو وناحيه اكسبنس، لو طرحتهم من بعض يطلعوا لك نت انكم او نت لوس حسب الكبير. اهو بص لها كده، كلوزنج ريفينيو ب 158، دي الريفينيو بتاعتي. Closing expenses كلهم مجموعهم 87، طلع البالانس بتاعك يطلع لك 71. ديبت ولا كريدت؟ لو اكتب الا كريدت يبقى نت انكم. نت انكم يعني ايه؟ يعني الريفينيو اكبر من الاكسبنس، مش فعلا كده؟ ادي 158 ريفينيو، 87 اكسبنس، الاكبر هو الريفينيو، بيطلع لي نت ايه؟ نت انكم. اخد النت انكم اقفله، اسالك هو النت انكم ده بتاع مين؟ بتاع الاونر، وديهوله قول له ده حقك يا حاج. فتقوم عامل كلوزنج للانكم سامري، هو الانكم سامري مطلع كريدت بالانس او كريدت، وكتاب الله كريدت لانه ربح كريدت، تقوم قافله عامله ايه؟ ميك ات ديبت. يبقى الكريدت قفلته وعملته ديبت. انكم سامري خدت ال 71 دي كتبتهم الناحيه الثانيه كده، وقلت له دول يروحوا الكابيتال يا حاج. تعالى طلع بقى كده الانكم سامري يطلع البالانس بتاعه كام افتر كلوزنج؟ هيطلع زيرو. ليه؟ لانك انت كان عندك 71 قفلتهم وديتهم فين؟ وديتهم على الكابيتال، يبقى الكابيتال راح له 71. هل الكابيتال فاضل له حاجه؟ انت عملت ثلاثة دلوقتي، قفلت الريفينيو، قفلت الاكسبنس، قفلت النت انكم، فاضل لك واحد. الاربعه اللي هو مين؟ الدروينج. اهو الدروينج ديبت ولا كريدت؟ ديبت. يبقى ميك ات كريدت تو كلوز ات، كانت ب 20,000. 20,000 جبتها منين يا دكتور؟ اهي ارجع للشغل بتاعك، ترايل بالانس، هتلاقي الاونرز درونج 20 ومكتوبه ديبت. انا عملتها ايه؟ عملتها ميك ات كريدت، عملتها كريدت تو كلوز ات. كده يبقى الكابيتال راح له كام حاجه؟ الكابيتال راح له كام حاجه؟ تعال اوريك. هو كان 96,000، جبتها منين دي يا دكتور؟ من الترايل بالانس. ارجع للترايل بالانس كده هتلاقي ان الكابيتال اهو ب 96. يبقى ده الكابيتال اول السنه، صح؟ ده الكابيتال اول السنه بيفور كلوزنج.
ودينا له من الانكم سما ل 71. ده رقم النت انكم يا شباب، اللي هو الريفينيو ماينس الاكسبنسز. ودينا له الكلوزنج بتاع الدرونج ب 20، يبقى زاد بالانكم وقل بالايه؟ بالدرونج. يطلع لك الاند اوف ذا يير كابيتال 147. اهو ده اللي يروح فين بقى؟ دوت تو بالانس شيت. يتقفل ولا ما يتقفلش؟ لا ما يتقفلش. ده بيرمننت ولا تمبروري؟ لا ده بيرمننت. يروح في البالانس شيت، يظهر مع الاسيت ويظهر مع اللايبيليتيز، ويبقى هو الكابيتال او الاونرز ايه؟ اكويتي. طب لو عملنا ترايل بالانس بعد البوستنج ده، ركز بقى، السؤال ده حلو قوي. لو جينا دلوقتي شلنا الكلام اللي احنا كتبناه ده كده يا شباب، عايز اعمل ترايل بالانس تاني غير اللي انا كنت عامله ده. اللي انا كنت عامله ده كان اسمه ترايل بالانس افتر ادجستمنت بفور كلوزنج، كان شكله عامل كده. طب يلا عايزين نعمله ترايل بالانس افتر كلوزنج. يعني ايه افتر كلوزنج؟ يعني في اكونت مش هتبان صح، وفي اكونت هتبان. السؤال مين اللي يبان ومين ما يبانش؟ ده اسمه افتر ادجستمنت، انا عايز اجيبه افتر كلوزنج. هو كلوزنج معناه ان في حاجات اتقفلت. تعال ندور كده مين اللي اتقفل ومين ما اتقفلش. كاش ده اسيت صح، تعال نكتبه جنبيه كده، ده اسيت ما يتقفلش. بريبيد رنت ده اسيت، دي فلوسي دفعتها ان ادفانس. سبلايز ده اسيت، اكويبمنت اسيت. امال اكيوميليتد ديبريشن ده ايه؟ ده كان كونترا اسيت. كاونس بيبل ده كان لايبيليتي، عن ايرن دريفن لايبيليتي. الكابيتال ركز بقى، من اول هنا تبدا اللعبه. هيظهر الكابيتال بات وذ ا نيو نمبر، برقم جديد. هو مش هيتقفل، هو هيتغير. هيتغير لان اتقفل جواه 1 2 3. اتقفل ريفينيو واتقفل اكسبنس، والاثنين طلعوا نت انكم، واتقفل جواه دروينج. فيبقى اتغير ولا لا؟ اتغير، يبقى الرقم ده هيتغير. تعالى على الدروينج، ماتت. ماتت يعني خلاص الغيها ما تبانش، يعني لو جينا قفلناها هتلاقيها كده اتقفلت. الريفينيو ماتت كلوزد، سالاريز اكسبنس ماتت، ادفرتايزنج اكسبنس ماتت، رنت اكسبنس، سبلايز اكسبنس، ديبريشن ماتت. طب والسالاريز بيبل؟ لا ما تموتش. ليه ما تموتش؟ اصلها لايبيليتي. يبقى اللي هيفضل لك في الاخر هي الاسيت واللايبيليتي والكابيتال. بس الكابيتال هيحصل له ايه؟ هيتغير. حسبناه ما احنا حسبنا الكابيتال الجديد اهو. فاكر لما حسبنا الكابيتال اللي قلنا كان 96، بقى كام؟ بقى 147. تقدر تعمل دلوقتي الشغل بتاعك اهو. هاخد الكاس زي ما هي، البريبايد زي ما هو، سبلايز زي ما هي، اكويبمنت زي ما هي، الاكيوميليتد ديبريشن كونترا اسيت، اكونتس بيبل لايبيليتي، ان ايرند ريفينيو، سالاريز بيبل. بص الرقم الجديد ده النيو نمبر اوف كابيتال افتر كلوزنج. طبعا ولما تجمع يطلعوا الاثنين ايه؟ يطلعوا الاثنين قد بعض. تمام. طب ركز كده. All temporary account revenue expense drawing have been closed and their balances must be equal to ايه؟ to zero. عشان كده لما تيجي تعمل الترايل بالانس بوست كلوزنج او افتر كلوزنج ما تلاقيش جواه ولا ريفينيو ولا اكسبنس ولا دروينج. جميل، ماتوا. اني اكونت ذات از كلوزد ويل نوت ابير ان ذا بوست كلوزنج ترايل بالانس. فعلا ما فيش هنا ولا ريفينيو ولا اكسبنس ولا دروينج. اللي هيظهر بس اسيتس لايبيليتيز والاونرز ايكويتي. ليه؟ اصلها بيرمننت اكونت. ركز بقى، الكابيتال اكونت هيظهر بالنيو بالانس بتاعه افتر كلوزنج. هي دي اللعبه، انك انت بتغير النيو بالانس. تعرف لو ما غيرتش النيو بالانس يحصل ايه؟ ما يبقوش الاثنين دول بالانس. يعني انت لو شلت الريفينيو وشلت الاكسبنس وشلت الدرونج وحطيت بقيه الحاجات وحطيت ده بال 96000 ما تظبطش معاك. ده انت شلت الريفينيو ودفنتها في الكابيتال، شلت الاكسبنس ودفنته في الكابيتال اللي هو النت انكم، وشلت الدرونج ودفنتها في الكابيتال، فرقم الكابيتال اتغير، فيطلع لك الترايل بالانس بتاعك ايه؟ بالانس. طب تعال نشوف كده اكسرسايز كده. ده ادجست ترايل بالانس. بصوا له كده.
حلو ماله. ده كاش ريسيفابل سبلايز، دول اسيت. اكونتس بيبل اون ايرند ريفينيو، دول لايبيليتي. وده الكابيتال بس واحد واحد، ما تنساش دي. تعالى بقى عندك دروينج ماست بي كلوزد، عندك ريفينيو ماست بي كلوزد، عندك سالاريز اكسبنس يوتيليتيز سبلايز ماست بي كلوزد. امال اللي تحت دي؟ لا دي لايبيليتي. عايزين نعمله ايه؟ عايزين نعمله الفاينانشال ستيتمنت، الكلوزنج انتري، البوست كلوزنج ترايل بالانس. خلي بالك ده سؤال امتحان، يعني انا لما احب اجيب لك سؤال في الامتحان على الفكره دي اجيب لك السؤال ده. مش فاهم يعني اطلب منك تعمل لي الفاينانشال ستيتمنت وتعمل لي الكلوزنج انتري وتعمل لي البوست كلوزنج ترايل بالانس. السؤال ده بيبقى عليه 20 درجه. ليه؟ اصل سالتك فيه حاجات كتيره قوي. سالتك هل بتعرف تعمل فاينانشال ستيتمنت ولا لا، او دول ثلاثه، انكم ستيتمنت، اونرز ايكويتي ستيتمنت، بالانس شيت. وسالتك بتعرف تعمل كلوزنج ولا لا، وسالتك بتعرف تعمل بوست كلوزنج ترايل بالانس ولا لا. فده سؤال حلو قوي وسؤال امتحان، فده مهم جدا انك انت تركز عليه وتشوفه هتحل ازاي، لان السؤال دوت سؤال امتحان. اظن الكلام واضح، وكل لبيب بالاشاره يفهمه. يلا بينا. عايز تعمل ايه يا دكتور؟ عايز اعمل الاول فاينانشال ستيتمنت بالترتيب. يبقى الاول تعمل الانكم ستيتمنت، نمره 2 الاونرز ايكويتي ستيتمنت، نمره 3 البالانس شيت الاول، وبعدين تعمل كلوزنج. الكلوزنج هيبقوا كام حاجه؟ الكلوزنج تقول لي يعني ايه كام حاجه؟ الكلوزنج اربع حاجات ما تحفظهم زي اسمك. الكلوزنج هتعمل كلوزنج للريفينيو، هتعمل كلوزنج للاكسبنس، الاثنين يموتوا ويروحوا على الانكم سامري، يبقى تعمل كلوزنج للانكم سامري، وبعدين تعمل كلوزنج لمين؟ للدروينجز. وبعدين بعد ما تخلص اللعبه دي تعمل ترايل بالانس افتر كلوزنج، يبقى معناها هتاخد فيه ترايل بالانس جواه اسيتس وجواه لايبيليتيز وجواه النيو كابيتال. الكابيتال بعد ما تعدل بالريفينيو والاكسبنس والدروينج. تعال نجرب. تعال نمسكه كده الاول من هنا. هنعمله انكم ستيتمنت، يبقى هناخد الريفينيو نطرحه منها الاكسبنسز اللي هم الثلاثه دول. يعني ريفينيو ماينس اكسبنسز يطلع النت انكم. اهو. ادي انكم ستيتمنت فور ذا يير. ادي الريفينيو وادي الثلاثه الاكسبنسز طرحتهم من بعض طلع لي نت انكم 236. يبقى دي الانكم ستيتمنت، اول ستيتمنت عندي. عايزين الثانيه اونرز ايكويتي ستيتمنت، يبقى هجيب الكابيتال ده ويزيد بحاجه وينقص بحاجه، يزيد بالنت انكم دولت، كانك خلاص لغيت دول وحل محلهم نت انكم. وادي الدروينج، يبقى هتاخد الكابيتال تزود عليه النت انكم اللي انت حاسبه هنا اهو، تطرح منه الدروينج يطلع لك 5696. ده الكابيتال قد ايه؟ ده يروح فين؟ يروح على البالانس شيت، ده تو بالانس شيت. تيجي على البالانس شيت جواها ثلاث حاجات، جواها اسيتس، جواها لايبيليتيز، وجواها النيو كابيتال. النيو كابيتال اللي انت لسه حاسبه فوق اهو، ال 5000 ده اهو. ادي الكاش والاكونتس ريسيفابل والسبلايز، ادي الاكونتس بيبل اون ايرنت سالاريز بيبل. وطبعا لازم التوتال اسيت يساوي التوتال لايبيليتي. عادي جدا، وعملناها من اول تاني محاضرة أو تالت محاضرة كنا بنعرف نعمل الفاينانشال ستيتمنت، ما فيهاش أي فكرة. كل اللي بعمله تاخد الترايل بالانس بتاعك، تاخد الريفينيو ماينس الاكسبنس وتعمل بيهم ستيتمنت، تاخد الكابيتال والانكم والدروينج تعمل بيهم ستيتمنت، تاخد الاسيت واللايبيليتيز والنيو كابيتال تعمل بيهم بالانس شيت. حلو قوي. عايزين نعمله كلوزنج. الكلوزنج قلنا كام حاجة؟ احفظهم زي اسمك. أربع حاجات. ايه هما؟ نمرة 1 كلوز الريفينيو، نمرة 2 كلوز الاكسبنس، التلاتة الاتنين دول يخشوا انكم سامري، يبقى كلوز الانكم سامري، أربعة كلوز الدرون. تعال نقفل الريفينيو، دور لي على هنا على الريفينيو، أهو.
4064 اقفله هو اصلا كريدت اخليه ديبت يبقى انا عندي ريفينيو وانكم سامري ب 4064 اقفل الاكسبنسز عندي 1 2 3 هما ديبت ولا كريدت وكتاب الله ديبت هخليهم كريدت فيطلع شكلنا عامل كده ادي الريفينيو قفلناه عملناه ديبت تعالى بقى هنا سالاريز اكسبنس يوتيليتيز اكسبنس سبلايز اكسبنس عملتهم كريدت مجموعهم 3800 وده 4 الفرق بين الاثنين هو النت انك هتقول ايش عرفك يا ابني ما انت لسه عاملها مش انت لسه عامل الانكم ستيتمنت مطلع لك 236 توتال ريفينيو ماينس توتال اكسبنس فالارقام عندك فتاخد الريفينيو والاكسبنس مع بعض ادي الريفينيو والاكسبنس مع بعض يطلعوا 236 تقفلهم في الكابيتال انكم سامري طب ليه قفلناه ديبت هنا لانه نت انكم كريدت تو كلوز ات ميك ات ايه ميك ات ايه انت ديبت جميل يبقى الانكم سامري بتاعي ادي اكسبنسز وادي ريفينيو الفرق بينهم 236 يتقفل تعال الدروينج كانت ب 300 تروح الكابيتال الدروينج اصلا ديبت ميك ات كريدت واقفلها في الكابيتال تعال نعمل الترايل بالانس بقى بعد الكلوزنج يطلع جواه الاسيت اللايبيليتيز والنيو كابيتال اللي لسه حاسبه من شويه اللي هو عباره عن البيفور كلوزنج زاد بالنت انكم قل بالدروينج اعطاني 5696 خلي بالك الرقم ده اللي انت حسبته فوق لما جيت عملت الاونرز ايكوتي وبلك جوه البالانس شيت اهو فالارقام كلها عندك لكن سؤال حلو وسؤال كبير وسؤال يجي في الامتحان طبعا انا عايزك تجرب نفسك ده هوم تريننج تمرن نفسك على السؤال دوت تعمل منه كلوزنج انتريز وتعمل الترايل بالانس افتر كلوزنج على الارقام دي ويا ريت كمان تعمل الفاينانشال ستيتمنت لنفسك ويبقى هو ده شكل السؤال اللي ممكن تتساله في الامتحان جواه فاينانشال ستيتمنت جواه كلوزنج انتري جواه بوست كلوزنج ترايل بالانس موضوع حلو ولذيذ ومحتاج انك انت تركز عليه قوي 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 انا منزل لكم كمان فايل فيه اسئله فيه شويه اكسرسايزز ان شاء الله في السكشن الدكتور هيحلهم معاكم لكن انا عايزك انت تحاول فيهم الاول عايزك انت تحاول قبل السكشن يعني انت هتحلهم وتاخد وتخش السكشن معاك الحل وتتناقش مع الدكتور في السكشن في التوتوريال بتاعك يبقى انت هتحلهم ترو فولس شويه ترو فولس وشويه ام سي كيو هتحلهم الاول وتخش بيهم السكشن بتاعك محلولين وتتناقش مع الدكتور يا دكتور انا عملتها كذا حضرتك عملتها كده ليه طب انا بتاعتي غلط ليه طب بتاعتك صح ليه وتناقش معاه العبارات الستيتمنت اللي هي ترو فولس والام سي كيو ستيتمنت بتاعتك وان شاء الله نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.